السلام عليكم من قناة الميادين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر. طبعا نستضيف اليوم من بغداد عضو ائتلاف دولة القانون الأستاذ عدنان إبراهيم السراج. أهلا وسهلا بك أستاذ عدنان. مرحبا بكم. أهلا بك أستاذ عدنان. يعني يبدو أن تركيا لن تتراجع عن الدخول إلى الأراضي العراقية، بل إن وزير الدفاع التركي فكري أشيق أكد أن بلاده قد ترسل قوات إضافية إلى معسكر بعشيقة في محافظة نينوى إذا دعت الحاجة لذلك. كيف تقرؤون هذا التصريح في ضوء يعني تصاعد يعني التصريحات المتبادلة بين العراق وبين تركيا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتوقع اليوم تركيا ماضية في من أجل الضغط على العراق على تمرير مشروع أردوغان في العراق. أعتقد اليوم كل الحجج التركية التي صاغتها بعنوان التحشيد العسكري وبعنوان الوجود العسكري داخل العراق هي حجج واهية ردتها العراق بلسان رئيس الوزراء وبلسان المسؤولين وأيضا من خلال الواقع السياسي العراقي. فلذلك أنا لا أتوقع اليوم تركيا تدور حول الحجج التي تصيغها، حيث عبر السيد رئيس الوزراء مرارا وتكرارا أن القلق الشديد للعراق من التواجد التركي ومن الحشود التركية يتضمن التصريحات العالية التي تحمل في طياتها نوايا ضم الموصل إلى تركيا، وأيضا في نفس الوقت أن تكون في تلك اللحظة فترات حرجة لمقاومة العراق لداعش وإخراجه من العراق. فإذا هي حركة مزدوجة يبدأ بها الجانب التركي بالضغط على العراق من أجل تمرير سياسات تركية في المنطقة، وبنفس الوقت التمهيد لإعلان ضم الموصل إلى العراق، وهذا مما يخلق مشاكل بين تركيا والعراق أولا وبين المجتمع الإقليمي والدولي ثانيا مع تركيا. يعني طالما قلت حضرتك أستاذ عدنان أنه تركيا يعني اختارت هذه اللحظة وهي حرجة بالنسبة للعراق، هو يقاتل داعش ويحاول تحرير مناطق عراقية من داعش، يعني برأيك هل قادر العراق على يعني الدخول في حرب مع تركيا أو في مواجهة؟ بالتأكيد العراق يتجنب هذه الحرب، يتجنب الاصطدامات مع الجانب التركي، هو الآن يعتمد على الجانب الإقليمي وبالأخص الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هناك حركة أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية القيام بدور، لأنه إيران ستكون معنية شئنا أم أبينا بتطورات الموقف بين تركيا والعراق مسبقا، وإيران تتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا. أيضا هناك بعض الدول التي تريد فعلا القيام بواسطات، لا ننسى الدور الأممي، يعني سيصدر قرار، هذا القرار مهم جدا من الأمم المتحدة مجلس الأمن، يعني يندد بأي تدخل في الشأن العراقي، وأيضا يثمن دور الجيش العراقي والحشد الشعبي والبيشمركة وكل القوات المسلحة، مما يسد الطريق على كل الأقاويل والحجج التركية، وأيضا يدين أي تدخل عسكري في العراق. كذلك التحالف الدولي وأمريكا، أمريكا نحن نشكك في نواياها، لحد هذه الدقيقة لن تظهر بوادر قوة من الضغط الأمريكي على الأتراك للتراجع عن قراراتهم. لا زال الأتراك يتمادون في تحديهم للمجتمع الدولي والتحدي للمجتمع الإقليمي والمحلي. هاي من جهة. العراق سألتيني هل سيواجه تركيا، أقول لك بصراحة اليوم العراق يخوض معركة ولا يريد أن ينشغل بمعارك جانبية أخرى، ولكن إذا حتمت عليه الحرب حال أي دولة محتلة في العراق، دولة إذا أصبح محتل من قبل الأمريكان، بالتأكيد سيكون هناك كلام آخر وحديث آخر، وهذا الحديث ليس بالأقوال إنما بالأفعال. يعني أمريكا في فيتنام 10 سنوات لن تستطع أن تفعل شيئا، وكذلك الصين اليابان عندما غزتها لن تفعل شيئا، وكذلك فرنسا في كمبوديا لن تفعل شيئا. كل الدول التي تذهب لاحتلال دول أخرى لا تخرج كما تدخل، وهذا ما وضحه السيد رئيس الوزراء، قال دخول القوات التركية ليس بنزهة وأن خروجها سيكون أصعب بكثير من دخولها. نعم، ولكن قلت في البداية أستاذ عدنان يعني هناك تعويل على الدور الإقليمي تحديدا إيران، لم أفهم هذه الجزئية، هل لك أن تشرحها لنا لو سمحت؟ نعم، العراق يعول كثيرا على الدور الإقليمي، لأنه التدخل التركي بالتأكيد سيفتح باب جهنم على التطورات الإقليمية، وإيران معنية بهذا الموقف، وحتى المملكة العربية السعودية والأردن والكويت هذه الدول معنية بتطورات الموقف. إيران أعلنت عن لسان وزارة خارجيتها وعن لسان نائب رئيس الوزراء الإيراني بأنها مستعدة للقيام بوساطة بين تركيا والعراق من أجل تخفيف حدة التصريحات والتوترات على الحدود التركية العراقية، وبالتالي نحن نعول كثيرا على مثل هكذا مبادرات
تقوم بها الجمهورية الإسلامية لسببين. السبب الأول أن العراق يثق ثقة كاملة بالدور الإيراني في المستقبل حل المشكلة مع تركيا، وأيضا يثق بأن الإيرانيون معنيين بهذه القضية شئنا ما بينا إذا حدث أي تطور بالنسبة للوجود التركي في العراق. نعم. طيب في هذا الشق أيضا يعني برأيك إذا بالنسبة للسعودية يعني وبعد ما حصل من كل ما حصل بالنسبة سواء لدورها في اليمن أو لدورها في لبنان أو لدورها في سوريا، برأيك هل تختار بين العراق أو بين تركيا أو بين تركيا وبين إيران إن كان لها سيكون لها أي موقف تجاه الدخول التركي إلى العراق؟ والله هذه المسألة معقدة بعض الشيء. السعوديون أمام احتمالين، الاحتمال الأول أن يكونوا هم وراء دفع تركيا لهذه التطورات، ولذلك هم الآن ينؤون بأنفسهم عن مسألة تتعلق باحتلال العراق من قبل القوات التركية، لأنهم يدعمون بشكل وآخر الدفاع السني بين قوسين لتركيا عن سنة العراق كما تدعي تركيا. أما بالنسبة للدور الآخر الذي أنا أعتقده هو هذا احتمال أقوى، أن تكون السعودية في موقف حرج جدا، لأن المسألة البقاء على داعش أو وجود القوات التركية للدفاع عن داعش ومنع قضاء العراق على آخر بؤرة لداعش في الموصل قد تتطور الأمور باتجاه السعودية والخليج، وهذا ما تخشاه المملكة العربية السعودية الآن من مسألة انتقال الإرهابيين لدواعش وغيرهم إلى داخل المملكة العربية السعودية، وهذا ما حذرت منه المخابرات السعودية مرارا وتكرارا. اليوم السعودية تحاول أن تخفف اللهجة، ولكنني أقول بشكل واضح وصريح بأن السعودية تقف وراء تركيا، لأن تركيا لا يمكن أن تقدم على هذا العمل ولا يمكن أن تتصدى إلى التمثيل السني بوجود السعودية دون أن يكون هناك موافقة سعودية مسبقة. نعم، ولكن تقول حضرتك أن هناك قد يكون تمدد داعشي يعني باتجاه دول الخليج، ولكن حتى الآن ليس هناك من فرار لهؤلاء سوى باتجاه سوريا. نعم، هناك فرار باتجاه سوريا، وقد تكون هناك فرار باتجاه الجزيرة الخالدية والصحراء الكبرى، ممكن من خلال هذه الصحراء المناطق الصحراوية يمكن التمدد إلى هناك. بالمناسبة انتقال العناصر إلى السعودية أسهل بكثير مما هو متعارف، هم لا ينتقلون بالحدود، سينتقلون من خلال وسائل الانترنت والمواقع الإلكترونية والتواصل مع الخلايا النائمة هناك في السعودية، كما حصل للعرب الأفغان عندما انتشروا من أفغانستان في كل الدول العربية ونشروا الفساد والإرهاب في كل الدول العربية بما فيها مصر. نعم، سنتابع النقاش ولكن بعد أن نطلع على عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم. إذن إلى العناوين نتابع. أهلا بكم، جولة على أبرز ما عنونته بعض الصحف العربية الصادرة هذا الصباح، والبداية مع صحيفة الصباح الجديد العراقية. الشرطة الاتحادية تواصل تقدمها في جنوب الموصل وتصل إلى مشارف ناحية حمام العليل. الجبهة الشرقية تشهد إخلاء 3000 عائلة من الساحل الأيسر. القانونية النيابية تكشف عن توجه لتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية. خبراء يدعون معصوم إلى تقليل عددهم بالإقالة. وفي عناوينها أيضا الدفاع التركية أنقرة قد ترسل قوات إضافية إلى بعشيقة. ننتقل إلى صحيفة الحياة السعودية التي بدورها عنونت معارك عبر دجلة لتحرير مطار الموصل. أنقرة ترسم الخطوط الحمراء وتصف العبادي بضعيف يلجأ إلى العنتريات. موسكو تعلن هدنة الفصل في حلب، فصائل ترفض الاقتراح الروسي للخروج من المدينة. وأيضا نقرأ في عناوين هذه الصحيفة أوباما يستعين بالأمريكيين الأفارقة، تجريح وتشنج عنصري يسودان حملتي كلينتون وترامب. ننتقل إلى لبنان واخترنا منها صحيفة السفير، الحريري يعبر التكليف، ماذا عن أفخاخ التأليف، سلفة من بري لرئيس المستقبل وحزب الله متفهم. في الذكرى 99 لوعد بلفور، نتنياهو يتباهى إسرائيل حليفة العرب. وأيضا نقرأ في عناوين هذه الصحيفة، هلال التشويش التركي من الموصل وطلعفر إلى الرقة وحلب. إلى صحيفة الوسط البحرينية، الخارجية ما يتم تشييده ليس قاعدة عسكرية وإنما تسهيلات إسناد للبحرية البريطانية. الأمم المتحدة تندد باستخدام داعش سكان الموصل دروعا بشرية. إلى اليمن واخترنا منها صحيفة الثورة، جاء في عنوانها الأول لقمان أكاذيب ولد الشيخ تحريض غير مقبول، يستهدف الشعب اليمني أدان اتهام الجيش واللجان باستهداف مكة المكرمة. وعد بلفور 99 عاما من هسيس النار.
إلى صحيفة الاستقلال الفلسطينية في عنوانها البارز: فلسطين إلى أين؟ مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني الرابع دكتور الهندي: مبادرة الجهاد جاءت لتغيير المسار الفلسطيني وتحقيق المصالحة. أوسلو أجهض الانتفاضة وفشل كام ديفيد أشعلها مجددا. وأيضا نقرأ في هذا العنوان البارز: منظمة التحرير تعاني من مشاكل بنيوية وسياسية عميقة. نقرأ أيضا في صحيفة الاستقلال الفلسطينية: عملية بيت إيل ضربة مزدوجة للسلطة وإسرائيل نفذها الشرطي تركمان. ونختم مع عناوين بارزة في صحيفة الوطن السورية: تركيا ترغم الفتح على مواصلة ملحمة حلب موسكو، هدنة جديدة الجمعة بالتنسيق مع دمشق ووزراء في المدينة. لافروف: أمريكا أجلت معركة الرقة، داعش انتزع 5 قرى من ميليشيات الحر وتعزيزات تركية. إلى الحدود. مع هذا العنوان نختم جولتنا. شكرا للمتابعة ونعود إلى برنامج آخر طبعة. شكرا لزميلة بيسان طراف على قراءة عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم. أعود إليك أستاذ عدنان، يعني بداية هيك ولو بجوجلة بسيطة وسريعة، يعني كيف تقرأ أو كيف ترى التغطية لأحداث حاليا لتحرير الموصل يعني في الصحف العربية؟ نعم، أنا أعتقد اليوم التغطية الإعلامية هي تغطية قد تكاد تكون بمستوى الحدث قليلة جدا، لا يرتقي إلى مستوى الحدث. نعم هناك حركة إعلامية شديدة، هناك وسائل إعلام، إلا أننا نجد أن بعض وسائل الإعلام غير منضبطة بطبيعة التعارف. أعتقد الإدارة لهذه المعركة الإعلامية تحتاج إلى خبرة أكبر وتحتاج إلى تجربة أكبر من أجل على أقل تقدير رصد حركات بعض المراسلين، وعلى أقل تقدير أن تكون التقارير على مستوى الأحداث التي تجري. من جهة ثانية هناك قلة المهنية في التصوير، نحن نحتاج إلى مهنية مباشرة، لا نريد أن تكون المعارك صورها تأتي ما بعد انتهاء المعارك، نريد أن تكون الصور من داخل المعارك كما تفعل بعض وكالات الفضائيات الأجنبية الأمريكية والإنجليزية وغيرها. أجد أن بعضها نعم قد يكاد يكون دقيقا وجيدا. أنا في هذه المناسبة هناك مؤشرات على بعض الفضائيات كالميادين التي تنقل نقل مباشر ونقل جيد لأحداث مهمة ومتابعة مهمة، ولكنني أقول الأحداث في المحاور الأربعة تحتاج إلى جهد أكبر، تحتاج إلى كادر أكبر، تحتاج إلى إمكانيات أكبر للاطلاع على طبيعة الخطط وطبيعة الهجومات وطبيعة الدفاعات. هذه مهمة جدا. أنا أعتقد مع ذلك الإعلام لا زال في بداية الطريق، لأن المعركة فعلا لن تبدأ بشكلها الحقيقي في مسألة الموصل. نحن الآن على أطراف الموصل، دخلنا نعم بعض الأحياء، نحتاج إلى جهد للإعلاميين في مسائل الإنسانية، في مسائل النازحين. الاتجاه الآخر مع الأسف الشديد، بالمناسبة اليوم صباحا سئلنا في مؤسسة رسمية مهمة عن نسبة الإعلام الذي يمكن أن ينقل الحقيقة والإعلام الذي لا ينقل الحقيقة. النسبة 20% مع الأسف الشديد، 80% لا ينقل الحقيقة. نعم، طيب ابقى معي لو سمحت أستاذ عدنان. سنذهب إلى أنقرة حيث ينضم إلينا من هناك عبر الهاتف الكاتب السياسي التركي الأستاذ أوكتاي الماز. أهلا وسهلا بك أستاذ أوكتاي. أهلا بكم. نعم، بداية طبعا أهلا بك، نبدأ بالحرب الكلامية والتصعيد الكلامي حتى الآن بين تركيا والعراق، بين برأيك إلى أين تتجه الأمور بين هذين البلدين بسبب الدخول التركي إلى الأراضي العراقية؟ تحياتي. يعني أنا أرى أن هناك مبالغة كثيرة ولا حاجة إلى كل هذا التجهيز الإعلامي، ولا يمكن أن نتحدث عن التدخل التركي. يعني عن أي تدخل نتحدث؟ يعني العراق للأسف الشديد دولة مخترقة، هناك عشرات الدول، عشرات المنظمات، حتى عشرات المنظمات الإرهابية. يعني لا يمكن فهم كل هذا التركيز على معسكر عسكري تركي للتدريب العراقيين. أعتقد أنه يتم تضخيم ومبالغة الأمر، ربما بالضغط من يعني رئيس الوزراء العراقي، ربما يعني يريد
ارسال رسائل الى الجهات الداخليه لربما تخفيف عن الضغط عليه او الجهات الخارجيه. يعني هنا لا يعني هو موافق يعني على هذا التدخل دولتان جارتان. نعم. وعلاقات استاذ اوكتا يعني هو موافق على هذا التدخل شقيقان. لا يعني نحن لا نسم كل هذه الاثاره والاستفزاز وتصريحات استفزازيه مسيئه لتركيا. نعم استاذ اوكتا يعني هو موافق يعني. لم نفهم عليك. الحملة ضد تركيا. هل تسمعوني استاذ اوكتاي؟ لا اسمعك كيف. نعم. سيدة تفضل. هل تقصد بان يريد رئيس الوزراء العراقي تخفيف الضغط عليه من الداخل وهي رسائل للداخل معناها هو موافق على هذا الدخول دخول الجيش التركي الى العراق ولكن يقوم مجرد اعتراض يعني بالكلام فقط وبالاعلام؟ لا يوجد هناك شيء سيدتي دخول الجيش التركي للعراق. الجيش التركي لم يدخل العراق كلما هناك تم اتخاذ تدابير أمنية على الحدود يعني تدابير احترازية وليس لدى تركيا نية لاجتياح العراق أو لاحتلال العراق أو للتدخل العسكري إلا يعني تركيا لا تريد طبعا يعني هذه التدابير الأمنية أولا لحماية الحدود ثانيا لمنع تسريب عناصر المنظمات الإرهابية مثل داعش والعمال الكردستاني. نعم. من الحدود اليوم كما تعلمون أطلق زعيم داعش المتطرف تصريحات دعا فيها أنصاره إلى الهجوم على الهجوم على تركيا وهو يكفر قادة الأتراك كذلك العمال الكردستاني يشكل خطرا بالغا على تركيا ينطلق من الأراضي العراقية للهجوم على تركيا كذلك تركيا لا تريد أن تكون هناك أن تقع هناك مجازر مذابح في حق السكان المنطقة في الموصل أو في تريد حماية السكان الميليشيات الطائفية المتطرفة. طيب ابقى معي لو سمحت أستاذ أوكتاي. احتراق لاستقبال. نعم. اللاجئين والنازحين كل ما في الأمر التبادل الاحترازية. نعم. لا نية لدى تركيا لاجتياح العراق. نعم ابقى معي لو سمحت أستاذ أوكتاي. أعود إليك أستاذ عدنان. يعني استمعت إلى ضيفنا من اسطنبول رأيه هو ليس هناك من سبب لكل هذا التصعيد الكلامي من قبل بغداد هذا أولا. ثانيا يعني العراق دولة مخترقة من كل من أكثر من دولة خارجية وبالتالي لماذا يعني هيك ضائق بعينكم الدخول التركي إلى العراق. ثالثا يريد حماية حدوده وحماية تركيا من الإرهابيين وبالتالي حماية المدنيين أيضا من الميليشيات الطائفية بحسب تعبيره. تفضل. يعني كل هذه الحجج الواهية التي ردودها واضحة وممكنة لا يعني ذلك أن تتدخل تركيا في الشأن الداخلي أو تخترق سيادة دولة جارة. كل هذه الحجج لا يسمح لها سواء كان دولة ضعيفة أو قوية أن تتدخل وتخترق سيادة الدولة دون موافقتها ودون علمها ورفضها القاطع. وليس العراق فحسب إنما المجتمع الدولي والإقليمي وكل الدول العربية أغلبها يرفض الوجود التركي. فإذا هذه الحجج التي تصاغ من هنا وهناك مرفوضة ولا يسمح لتركيا بالتدخل. ثانيا إذا كان العراق مخترق بعشرات المنظمات الإرهابية نحن لدينا داعش فقط. الأتراك هم الذين دفعوا بسنة 2012 البككة إلى داخل العراق باتفاق أحادي الجانب مع البككة ودفعوا آلاف من المقاتلين بموجب هذه الاتفاقية بأن وفرت لهم ممرات آمنة إلى داخل العراق. والبككة لا يشكلون عنصرا مهما بالنسبة للعراق. أيضا العراق يعتبر البككة منظمة إرهابية حالها حال أي منظمة إرهابية أخرى. بالمناسبة الاختراق الذي يدعي فيه زميلنا في إسطنبول هو في إسطنبول اختراق للمؤسسة العسكرية. ما يحصل في إسطنبول مشاكل على مستوى المؤسسة العسكرية التي سجن أغلب قادتها وأهين جيشها بالشوارع. المعلمون 21 ألف من المعلمين أهينوا واعتقلوا. القضاة الإعلام هناك مشكلة داخلية. هناك اختراقات من داخل المؤسسة السياسية. الفوضى موجودة في داخل المشاكل موجودة في تركيا.
لا زالت تركيا لديها مشاكل مع أمريكا، لديها مشاكل مع السعودية، لديها مشاكل مع مصر، لديها مشاكل أخرى، فلذلك عليها أن تداري مشاكلها على أقل تقدير. المعلمون أهينوا، المدرسون أهينوا، القضاة أهينوا، كل ما يمكن تسميه ألوف من هذه الكوادر والمؤسسات أهينت. هذا اختراق أكبر ما يقال من اختراق داعش، الذي استطاع العراقيون الآن أن يحرروا مئات القرى وعشرات المدن والقصبات والأقضية وخمس محافظات، واليوم نحن على وشك أن نقضي على داعش. وبالتالي مسألة البككة مسألة تحل بين الطرفين ما دام الطرفان يعتقدان بأن البككة منظمة إرهابية ولا تشكل عنصرا مهما. بالمناسبة ما يدعيه الحفاظ على المسلمون في تل العفر أو غير أماكن والتركمان، تل العفر مدينة خاوية فارغة ليس فيها أحد، هجر أهلها قبل سنتان، أهينوا وسبيوا وقتلوا وصلبوا وشنقوا وهجروا. لن تتدخل تركيا ولن تلتزم عائلة تركمانية واحدة من أجل أن تعيش حياة رغيدة. هذه الادعاءات نحن سمعناها مرارا وتكرارا. أقول هم في داخل العراق، القلق العراقي والتصريحات العراقية، الأتراك ليسوا في نزهة، الأتراك موجودون في بعشيقة وموجودون في أماكن أخرى، التحشيدات على الحدود، الأخ يقول لا شيء، يوم أمس القائد العام وقيادة المشتركة وقوات الأركان يتجولون ويستعدون إلى مسألة ما يمكن نسميه اجتياح العراق. يعني أي دولة في العالم تنظر إلى مثل هكذا تحشيدات، إلى مثل تواجد، إلى مثل تصريحات نارية وتصريحات طائفية للمسؤولين الأتراك واستهزاء بقدرات العراق؟ وبالتالي أجد أن العراق بالتأكيد يتخوف كثيرا من هذه التحركات ولا يريد الاحتكاك بتركيا. تركيا نعم. دولة جارة وشعبها شعب جار ومهم بالنسبة للعراق. طيب باختصار لو سمحت أستاذ عدنان، على العراق ما ملاه الأمريكان الأتراك سوف لا يسلمون نعم. منها أبدا. نعم باختصار لو سمحت أستاذ عدنان، يعني فقط أيضا قال الأستاذ يلماز أنه يعني اعتراض رئيس الحكومة العراقية على الدخول، دخول الجيش التركي إلى العراق، هو رسائل إلى الداخل لتخفيف الضغط عنه. لا أبدا، ليس ذلك بصحيح. الآن كل العراقيين وهذا بشهادة نعم. كل الذين راقبوا هذا المشهد كلهم يصطفون خلف السيد رئيس الوزراء. اليوم معركتنا معركة ليس فيها أي استثناء، حتى الأكراد، القتال البيشمركة مع الحشد الشعبي، مع الحشد العشائري، مع الجيش العراقي، مع الشرطة الاتحادية، السياسيون في مجلس النواب، في كل الكتل السياسية لن نسمع صوت نعم. النشاز. طيب. الجميع الآن يقفون خلف السيد رئيس الوزراء. وصلت الفكرة أستاذ عدنان. لا إقليمية بالمناسبة نعم. ما دام ذكرتها بس أختم هاي القضية. لا أستاذ عدنان لو سمحت، لو سمحت. اليوم يحظى بدعم إقليمي ومحلي. فقط لو سمحت، لأنه لابد أن أعود يعني بهذا الكلام إلى الأستاذ يلماز، سنعود إليك بعد قليل. أستاذ أوكتاي، يعني أيضا قال الأستاذ عدنان، تحدث عن مشاكل كثيرة لتركيا في علاقاتها الخارجية يعني مع الدول، وأبرزها أيضا مع أمريكا. هذا أولا. ثانيا، هناك خروقات كثيرة للداخل السياسي التركي، يعني لماذا تركيا تتحجج بالخارج وهي لديها ما يكفيها من خروقات سياسية في الداخل، سواء في الجيش أو في المؤسسات والإدارات الرسمية؟ نعم، يعني ماذا يعني العلاقات التركية الأمريكية لطائفة الأسم؟ يعني تركيا لن تسمح أمريكا بهذه الخطوة لأنها لا تريدها، تتخذ قراراتها من أنقرة، وهذا قد يزعج بعض الأطراف، حتى بعض حلفاء تركيا ربما قد تختلف في بعض القضايا وقد تتفق تركيا، لأن تركيا دولة مستقلة لا تأتي القرارات من طهران أو من جهة أخرى. تسليم عبد الله دول مو مشكلة، تختلف مع روسيا، قد تسليم عبد الله دول مو مشكلة أخرى. كذلك ماذا قلت أستاذ عدنان؟ سيد العزيز، أما موضوع الجيش صحيح، هناك طرف الكيان الجماعة الكيان الموازي قام ب، يبدو أن هناك مشكلة أستاذ أوكتاي لا يسمع، أن تم تطهير الجيش من هؤلاء، من فلول هذه الجماعة الانقلابية، الجيش التركي صار أقوى. أما ما قال ضيفك الكريم عن هجج التركية والتبريرات التركية، في الحقيقة تركيا لا تحتاج إلى التبريرات لحماية أمنها القومي وكذلك لمصالحها. يعني ما لا يفهمه بعض الطائفيين، بعض زعماء الطائفية في العراق،
أن يعني تركيا علمانية نفهم من ذلك حين تتحدث عن حماية مذهب آخر، هل هذا يعني أن تركيا علمانية أستاذ يلماز؟ بالتواجد في شمال العراق ليس شأنا داخليا، لأن هذه المخاطر تهدد تركيا. هل ينتظرون من تركيا أن تبقى مكتوفة اليد تجاه هذه المخاطر التي تهدد أنها؟ نعم، وهل برأيك يعني أيضا خلافا للقانون الدولي وخلافا لكل الأعراف السائدة بين الدول الجارة، هل يمكن أيضا الدخول من دون التنسيق أيضا مع حكومة هذه الدولة أو تلك أو خلافا للقانون؟ جيد جدا يا سيدتي الكريمة، القانون الدولي تسمح لأي دولة جارة بالتدخل عندما تعرض أمن مواطنيها للخطر من دولة الجارة، لأن الدولة العراقية عاجزة لمنع المنظمات الإرهابية بالتواجد على أرضها. في شمال العراق منظمات إرهابية مثل داعش، مثل عمال الكردستان، يهدد تركيا، والدولة العراقية قد تتحالف مع هذه المنظمات الإرهابية أو تبقى عاجزة لمنعها من تهديد تركيا. العمال الكردستان الإرهابي حتى الآن قتل أكثر من 40,000 مواطنا تركيا منذ 3 عقود، وهذا التنظيم الإرهابي يتمركز في شمال العراق للأسف الشديد، والدولة العراقية عاجزة لمحاربة هذا التنظيم. إذن القانون الدولي لو سمحت أستاذ أوكتاي ابقى معي، وصلت الفكرة، لو سمحت ابقى معي أذهب إليك أستاذ عدنان أذهب إليك لو سمحت، هل تسمعني؟ يقول الأستاذ أوكتاي بأن القانون الدولي يجيز لأي دولة أن تجتاح دولة جارة طالما هناك يوجد تهديد من قبل هذه الدولة عليها. تفضل، لماذا يعني انه بالتالي يعني يحق لها طالما انتم القانون الدولي اعطى ايضا حق للعراق بالدفاع عن اراضيه، واعطى ايضا الحق من خلال قرارات مجلس الامن 3 التي اصدرها، وغدا سيصدر قرار اخر بالعراق حر باراضيه وسيادته، ولا يمكن القيام باي تحركات عسكريه لاي دوله دون موافقه الحكومه العراقيه، ايضا هذه قرارات دوليه. ولكن انا اقول اذا العراق لا يستطيع من المخترق ولا يستطيع من مقاومة، هم استطاعوا من القضاء على البككة 60 سنة 50 سنة صاروا من البككة يقاتلون في تركيا ويرعبون ويفجرون، لا تستطيع تركيا من السيطرة على البككة. تصور قاموا بحملة على مسافة 280 كيلو متر بعمق 30 كيلو متر، هجروا الأكراد وعملوا عمليات تمشيط لتلك المنطقة ولن يستطيعوا بالقضاء على البككة. هم إذا استطاعوا فعلا أن يقضوا على المنظمات الإرهابية فليقضوا على البككة. نحن في العراق لم نعطي لداعش أكثر من سنة، الآن نحن على وشك أن ننتهي من داعش ونتفرغ إلى وضعنا الداخلي. أنا أقول الحجج التي يصيغها بأن الأتراك ضعيف أو غير، أن العراق ضعيف وغير قادر وهو طائفي، فلينظروا إلى تصريحات أردوغان. أردوغان يقول أنا أحمي السنة في العراق، وهو يعادي الشيعة والأكراد على أي أساس؟ هذه المسألة الطائفية التي نسمعها من هنا وهناك هو حصن طائفي وتصرف طائفي واضح 100%. أقول اليوم العراق قادر على أن يرد العدوان، قادر على أن يحمي، العالم يؤيد العراق، دول المنطقة تؤيد العراق، الدول العربية أغلبها تؤيد العراق، فلذلك على تركيا أن تحافظ على الجيرة، أن لا تدخل وتعقد المشهد السياسي على نفسها. هذا المشهد السياسي إذا تعقد أعتقد تركيا ستتضرر كثيرا، هي لديها مشاكل، لديها مشاكل حدودية، لديها مشاكل أيضا من تواجد داعش. أنا أريد أقول مسألة مهمة والإجابة عليها الأخ، روسيا لماذا تنازل أردوغان واعتذر للروس؟ لماذا الروس في البداية وكان لحد هذه الدقيقة يعتقدون ويؤكدون بأن سوريا معبر الإرهابيين إلى سوريا هي تركيا، وتهريب النفط هي تركيا، وبالتالي صوروا الروس كل هذه الأمور وتوترت الأجواء إلى أن يعتذر أردوغان من روسيا بعد أن تضررت اقتصاديا. هذه السياسة المرتبكة، هذا الوضع المرتبك، هذه الانقلابات المربكة في تركيا لا ينبئ بمستقبل جيد لتركيا. ليسمع من يسمع
فلذلك لا أتصور اليوم العراق سيكون المتنفس لمشاكل تركيا. العراق لا يستطيع أن يتحول إلى بؤرة طائفية ولا يستطيع أن يتحول إلى حرب طائفية في المنطقة. نعم، أعود إليك أستاذ يلماز. يعني هناك في صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية رأي أيضا، رأي سياسي بريطاني يقول أردوغان يخوض في وحل السياسة السورية والعراقية. يعني أيضا هناك تحذير وهناك شرح للمطامع لتركيا بحسب تعبير الصحيفة طبعا. وأيضا العراق يقول بأن الدخول التركي إلى العراق لن يكون نزهة. كيف تعلق على هذين الرأيين؟ يعني أولا أنا أسف، أكون آسفا جدا، ولا أريد أن أكون من هذا الشجار، هذا النقاش الطائفي، هذا الصراع على أساس الطائفية. يعني الإعلام بالأسف شديد من هنا ومن هناك تؤجج هذا الصراع، ونحن لا نريد أن نكون. يعني في تركيا الناس يختلفون بشكل مختلف، لا يريدون أن يكونوا جزءا من هذا الصراع التي يقودها إيران والسعودية. هذا أولا. ثانيا أنا استغرب تمسكتم عندما أساءت العلاقات التركية الروسية، أثارت بوتين مثل هذه الاتهامات، اتهامات النظام السوري القاتل بربط تركيا بداعش وبنفط داعش وما إلى ذلك. إنما كانت العلاقات سيئة، الروس تمسكوا بهذه الاتهامات. من الذي اتهم؟ لم أفهم عليك أستاذ أبتاي. من الذي اتهم النظام السوري القاتل؟ تجدون بعض المقالات في الإعلام فقط لنفهم عليك. كنتم تصفونها بالإعلام الصهيوني، الإعلام المعادل للمسلمين. إنما تجدون أي شيء، خبر أو مقالة أو أي رأي، تتمسكون بها وتأخذنا كأنها حقائق بينة، حقائق إلهية جاءت من عند الله تعالى. يعني هذا الأسلوب لا تفيد، ليست لمصلحة. شكرا. نعم شكرا جزيلا لك أستاذ أوكتاي. وصلت الفكرة. يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال، يعني لا يبدو أن في عطل على ما يبدو، لا يسمعنا جيدا الأستاذ أوكتاي. نتابع النقاش ولكن بعد أن نذهب إلى فاصل ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعة. أعود وأرحب بضيفنا من بغداد، عضو ائتلاف دولة القانون، الأستاذ عدنان إبراهيم السراج. أهلا وسهلا بك أستاذ عدنان. قبل أن نذهب إلى الحدث اليوم، فقط يعني هيك موضوع أنه أيضا يشكل العراق تهديدا لتركيا بسبب وجود داعش وحاليا فرار داعش من العراق، بماذا ترد؟ ولكن لو سمحت باختصار. يعني أنا أعتقد اليوم أن نكذب الجميع ونصدق فقط بتركيا أو بالأتراك، هاي مسألة في غاية الإحراج. يعني هذه دول عديدة تحرج أمام إصرار تركيا على أن يكون هو رأي الصحيح، وكل دول العالم هو خاطئ وليس صحيح. اليوم داعش معروف بالصور وبالمواقع، وحتى أمريكا والجميع يعلم بأن داعش تمددت نتيجة للدعم التركي ونتيجة لتهريب عناصر من هؤلاء إلى داخل سوريا وداخل العراق. كذلك مسألة تهريب النفط، هاي مسألة أصبحت فضيحة كبرى والعراق يعلمها جيدا وسوريا تعلم ذلك جيدا. كذلك مسألة الأسلحة وبقية الأمور والدعم اللوجستي اللي يقدمون الأتراك وتواجدهم داخل الأراضي التركية، هذه مسألة أصبحت معلومة ومنتهية منها. أنا أتصور اليوم لكن هناك تهديد من البغدادي لاجتياح تركيا. أنا أعتقد هذا الكلام غير مبرر. يعني هل تركيا تخاف من داعش ولا تخاف من العراق؟ هي تهدد العراق ولا تستطيع أن تقف أمام منظمة إرهابية كداعش وتمنع حدودها، هذا خرق كبير. يعني بمعنى تركيا تعترف بأن داعش تسيطر على مقاليد الحكم في تركيا، هذا الكلام لا يمكن أن يعتد به. داعش تجتاح تركيا الآن، خلي تقاوم على مراكزها، تقاوم على مدنها، لا تتساقط المدن، لن يبقى لداعش إلا هذا النظام الكرتوني، إلا هذا الوضع الكرتوني، الهيكل الكرتوني. أنا أقول تركيا تتحجج بخطابات بغير خطابات. بالمناسبة يعني البغدادي هدد كل عواصم العالم، يعني بمعنى هذا الرجل يعني يملك إمكانيات أكبر من هتلر وأكبر من موسوليني وأكبر من غيره، يهدد العالم ويضرب العالم
هذه المسائل اصبحت يعني، ولكن ما يحصل في العالم العربي تحافظ على يعني ما يحصل في العالم العربي من اجتياحات من داعش يعني الى حد ما ربما هناك علامات استفهام كثيره عن قوه هذا الرجل. هذا اولا. ثانيا، رئيس لجنه الامن في البرلمان العراقي استاذ عدنان يعني قال ان دعوه البغدادي لمهاجمه تركيا هو غطاء اقليمي مخابراتي لدخول الاتراك الى الموصل. بماذا تعلق؟ أنا أقول بشكل التالي شخصيا، وهذا الموجود في العراق، هذا التحليل موجود في العراق، داعش هي صناعة هذه الدول. هذه الدول الآن التي رعت داعش وأنشأت داعش ودعمت داعش، هاي التي تتخوف من داعش، هي التي أوجدت داعش. فلذلك حياة داعش بيد هذه الدول، تموينها، أفكارها، فتاويها، مقاتليها. هؤلاء هم الذين صنعوا داعش. على أي أساس يهدد البغدادي السعودية مثلا، أو على أي أساس يهدد قطر أو تركيا؟ هؤلاء هم الذين ساعدوه، هؤلاء الذين أوجدوه، هؤلاء الذين وفروا الأرضية الكاملة لوجوده إعلاميا وسياسيا وعسكريا ولوجستيا. فلذلك أنا أقول داعش هو صناعة هذه الجهات المتخلفة التكفيرية الطائفية. وبالتالي الآن دورها في العراق انتهى، لأن العراق تصدى لهم. على الدول الأخرى أن تعالج هذه المسألة كما تعالج طالبان الآن. يعني نتائج طالبان لا يتحملها أفغانستان لوحده، تتحملها المخابرات الباكستانية والأمريكية ومن أوجد طالبان. نفس العملية الآن يعني تمشي أو تسري على نعم. سنتابع النقاش، ولكن بعد أن نستمع إلى الحدث اليوم، إلى الحدث اليوم والتفاصيل. الصباح الجديد العراقية. مع تقدم القوات الأمنية في الموصل، قيادات داعشية تهرب. يستمر مسلسل هرب قياديين في تنظيم داعش الإرهابي من مدينة الموصل باتجاه سوريا، مع استمرار ضغط القوات الأمنية العراقية على أطراف المدينة. وفيما ارتفعت وتيرة الدعوات بين أهالي الموصل للتعاون مع القوات التي حررت المدينة لتطهيرها بأسرع وقت وبأقل الخسائر، استمر التنظيم بإجراءاته التعسفية ضد الأهالي. مصدر أمني عراقي مطلع قال للصحيفة إن مسلسل هرب قيادات داعشية بارزة من مدينة الموصل مستمر. لا يقتصر على القيادات الوسطى أو المقاتلين الاعتياديين أو العاملين بمناصب إدارية وخدمية ممن بايعوا التنظيم في أوقات سابقة، فقد هرب قياديون كالإرهابي سويد عبد الرحمن البدراني وكنيته أبو أسماء، وهو مسؤول عن توزيع الانتحاريين في ولاية نينوى، والإرهابي أبو قادر الشيشاني مسؤول الشؤون الإدارية والعسكرية في ولاية نينوى، والإرهابي المدعو إلياس عبد الله الحمدوني وكنيته أبو صهيب المسؤول المالي في ولاية نينوى، والإرهابي فلاح فيصل غانم الجبوري ولقبه أبو طارق مسؤول الاستخبارات في الشرطة العسكرية، والإرهابي ملا عز الحسوني لقبه أبو هايس المسؤول في ديوان الحسبة بولاية نينوى. ولفت المصدر إلى معلومات عن هرب قيادات أخرى باتجاه سوريا، علما أن العشرات من عناصر التنظيم رموا أسلحتهم وحلقوا لحاهم وأبلغوا جيرانهم أنهم يتبرؤون من التنظيم ويطلبون منهم عدم الوشاية بهم. نيويورك تايمز. جيران الموصل يستمتعون بيوم من دون داعش. للمرة الأولى منذ أكثر من عامين يتمتع سكان شرق الموصل بيوم من دون داعش، فيما جابت القوات الأمنية العراقية الشوارع الموحلة المجاورة للموصل، لوحت لها العائلات رافعة شارة النصر ومرددة عبارة الأبطال. انتصار قوات مكافحة الإرهاب العراقية في شرق الموصل كان لحظة واعدة، لكن معظم الناس يتوقعون قتالا طويلا وشديدا قبل إعلان استعادة ثانية أكبر المدن العراقية. كانت القوات الخاصة العراقية التي سمحت لفريق من صحفيين نيويورك تايمز مرافقتها تنتقل من منزل لآخر بحثا عن أسلحة وأفخاخ ومقاتلين لداعش. في الوقت نفسه كانت تحاول الحفاظ على الأمن مع تدفق عائلات بأكملها من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة داعش. يقول أحد المواطنين إن حب الوطن أقوى من الانتماء إلى الطائفة. ندرك ذلك الآن، نحن مع الجيش العراقي ومع القانون، نحن مع العراق. مع وصول القوات العراقية إلى داخل المدينة
سينصب التركيز قريبا على قدرة السياسيين بعد المعركة على جمع الطوائف كلها في الموصل كجزء من جهودهم لإعادة توحيد البلاد. أستاذ عدنان، يعني نتحدث عن موضوع تهديد أو التهديد الذي يحمله داعش معه بعد فراره من الموصل ومن العراق إلى الدول الأخرى، برأيك كيف يمكن يعني أيضا كيف يمكن الحد من تداعيات هذا التهديد؟ نعم، هذا الأمر يعني يمكن أن يدرس ما بعد داعش أو الآن يدرس بشكل واضح. بالتأكيد داعش هو فكر ومدرسة، هذه المدرسة التكفيرية السلفية معروف جذورها ومعروف من أين تتغذى، وبالتالي هذه الدول إن لم تتعاون فعلا على تجفيف منابع الإرهاب من الفكر، من التمويل المالي، من الحركات السياسية، من الإعلام، من المدونات، من المواقع الإلكترونية، بالتأكيد سيبقى هذا الفكر يتحرك وسوف ينتقل، وهو الآن شفناه يضرب حتى في دول أوروبا، في أناس عاشوا في أوروبا وولدوا في أوروبا ولكنهم في نفس الوقت يتأثرون بهذا الفكر. أنا أعتقد اليوم إذا كانت هذه الدول فعلا تريد القضاء على داعش فعليها أن تتعاون بشكل جدي وفعلي، لا أن تكيل الاتهامات ولا أن يعني تحمل الحجج الواحدة على الأخرى أو تكون بشكل آخر بأن لا تملك مقومات القضاء على داعش. يعني اليوم المدارس الفكرية المنتشرة في السعودية وفي بقية الأماكن هذه تغذي الكثير من الشباب، تغذي الكثير من الأفكار بهذه الاتجاهات، الجوامع المنتشرة، التكيات المنتشرة في المناطق الإسلامية كباكستان والهند هذه تفعل فعلها في نشر هذه الأفكار السلفية الواضحة. اليوم نحتاج إلى نوع من الطرح الإسلامي الحقيقي، نوع من التواصل الحقيقي، نوع من التعاون من أجل تجفيف منابع الإرهاب بشكل حقيقي. أما إذا بقيت هذه المدرسة تنفد الكثير من الأفكار والعلماء، يعني يوم أمس خرج بعض الخطب، هذه الخطب مع الأسف الشديد في ثلاثة دول إسلامية تدعو إلى نصرة أهل الموصل ويقولون بأن الرافضة جاءوا للقضاء على أهل الموصل. يعني تصوري داعش خرج منها سالما، خطباء جوامع كبيرة هؤلاء يخطبون بهذا النفس الطائفي، هذه تدفعهم نفس المدرسة التي جاء منها داعش. نعم، ولكن أيضا هذا الكلام يعني الذي تقوله عن خطباء الجوامع وموضوع داعش ومجيء الرافضة، يعني هذا الحديث المذهبي والفتنوي أيضا، يعني ماذا يمكن للعراق يعني للسلطات العراقية المختصة أن تقوم به؟ هل هذا يدعوها إلى تنظيم يعني موضوع الخطباء والمساجد أيضا للحد من انتشار داعش لاحقا أو للحد من إثارة هذه الفتن؟ نعم، هذا كلام سليم. العراق يحتاج إلى مصالحة مجتمعية، يحتاج إلى تسوية تاريخية، ولكن أقول لك بصراحة نحتاج إلى جهد كبير. ما دام هذه الدول تملك نفوذ بين السياسيين العراقيين، تملك نفوذ بين مؤسسات المجتمع المدني، لا يستطيع العراق أن يواجه مثل هكذا تصرفات بالأموال والإعلام وأيضا بالدعم السياسي والدعم الفكري. أعتقد نحتاج إلى تسوية تاريخية. الآن مطروح في العراق التسوية التاريخية، ولكنني شخصيا لا أشكك ولا أتفائل كثير، ولكن أقول الطريق طويل للتسوية التاريخية. نعم، نحتاج إلى أن تكون جوامع بشكل واضح تحت الوقف السني والوقف الشيعي يتصرفون تصرف يتلائم مع الواقع السياسي العراقي. نحتاج إلى مصالحة مجتمعية، أن نوفر إمكانيات هيبة الدولة وقوتها في الأماكن التي غزاها داعش، أن نعيد الهيبة للدولة، نعيد ثقة المواطن بالقوات المسلحة. نعم، هذا جهد العراقيون يجب أن يقوموا به بشكل مكثف من أجل أن لا نكرر تجربة داعش مرة ثانية في العراق. باختصار شديد لو سمحت أستاذ عدنان، شديد يعني موضوع روسيا أيضا ومحاربة داعش إلى أي حد ممكن العراق أن ينسق مع روسيا طالما هناك حرب مشتركة ضد داعش بين سوريا والعراق؟ العراق يعول كثيرا على الدعم الروسي للعراق من الأسلحة، أسلحة الطيران. الروس دعموا العراق في بداية المعركة مع داعش ولا زالوا يقدمون الأسلحة والعتاد والطائرات، ولكن العراق الآن بدأ يسمع من روسيا مسألة الاختلافات السياسية بينها وبين أمريكا في مسائل تتعلق بالرقة وبالموصل وبأحقية الرقة على الموصل أو بالتطورات في الموصل. نحن لا نريد الواقع السياسي الروسي أن يلقي بظلاله على علاقاتنا الحربية مع داعش.
شكرا جزيلا لك، للأسف انتهى الوقت. كنت معنا من بغداد عضو ائتلاف دولة القانون الأستاذ عدنان إبراهيم السراج، أهلا وسهلا بك وشكرا على هذه المشاركة وكل المعلومات التي أفدتنا بها. ولكم أيضا مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء، صباح الخير.